اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا خلاص كلنا تابعنا وعرفنا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي هو مستر بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب افريقي للفريق الاول لكره القدم خلال المرحله الهامه جدا المقبله. لكن دايما احنا بنحاول نعيش حضراتكم في الكواليس بخصوص هذا التعاقد وايه اللي حصل والتفاصيل كانت ماشيه ازاي على مدار الفتره اللي فاتت في ظل الكلام الكتير اللي كان حوالين الفريق وكان حوالين طبعا مستر ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي. اللي حصل كالاتي، يعني كان واضح جدا عند المسؤولين في النادي الاهلي عن الكره كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط للكره توجهات وتلميحات مستر ريني فايلر برغبته في عدم الاستمرار مع النادي الاهلي بدايه من الشهر الجديد شهر 10 طبقا لبنود التعاقد واللي كانت فيها بعض البنود اللي بتنص على ان المدير الفني او النادي ليه الحق انه يفسخ التعاقد في توقيت ما. بالتالي بمجرد الشعور ده لما وصل للمسؤولين في النادي الاهلي فكابتن محمود الخطيب على طول كلف لجنه التخطيط للكره، الكلام ده من حوالي اكثر من 10 ايام تحديدا، كلف لجنه التخطيط للكره بالبحث عن مدير فني جديد للنادي الاهلي، وكان كل ده طبقا للمعطيات اللي قدامك. يعني المعطيات كانت بتقول لك ان الراجل مستر فايلر وله كل التقدير في الحقيقه وكان مدير فني مميز بيرغب في عدم الاستمرار، يعني التصريحات وتلميحاته كلها كانت واضحه كده. فالاهلي ما ضيعش وقت لانه عارف ان هو مقبل على تحديات مهمه قوي، بتحديد التحدي الافريقي وهو تحدي هام واساسي ورئيسي بالنسبه للاهلي وجمهوره بالطبع. فبالتالي كابتن محمود الخطيب كلف لجنه التخطيط للكره بالبحث عن مدير فني. بالفعل جه عدد من السير الذاتيه لبعض المدربين في بمختلف الجنسيات حول العالم وتم دراسه هذه السير الذاتيه. لكن في جزئيه مهمه بقى بخصوص موسيماني بالتحديد في الجزئيه دي، واحد الاصدقاء المقربين جدا من الكابتن محمود الخطيب عرض اسم موسيماني على رئيس النادي الاهلي. فالكابتن محمود يعني اعجب بالفكره جدا، خصوصا ان هو كان تابع الراجل في اكتر من مناسبه سواء مباراتي السنه اللي فاتت او مباراتي السنه دي امام سان داونز. فبالتالي قال ما فيش مشكله، موسيماني مدرب كويس، لكن كان في شرط مهم قوي 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 عند الكابتن محمود الخطيب، ويوريك ازاي الاحترام بيكون موجود والتعامل بيكون موجود. الشرط كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ان الكابتن محمود الخطيب اشترط قبل البدء في التفاوض مع مستر بيتسو موسيماني ان هو يحصل على موافقه رئيس فريق سان داونز. ان هو قال انا مش هفتح ملف التفاوض مع الراجل، احنا معجبين بيه ومدرب مميز وكل حاجه، بس مش هنبتدي في الكلام معاه غير لما ناخد الاذن والموافقه من رئيس نادي سان داونز، وخصوصا ان بيتسو موسيماني كان مرتبط بتعاقد مع فريق سان داونز. وبالفعل مشيت الخطوات والاجراءات في الاتجاه ده، تم الحصول على موافقه رئيس سان داونز، ومن ثم تم البدء في التفاوض مع مستر بيتسو موسيماني من حوالي بالظبط اسبوع قبل دلوقتي او 6 ايام تحديدا. المفاوضات ما خدتش يعني تفاصيل كتير او وقت كبير، خصوصا ان موسيماني كان عنده رغبه كبيره جدا جدا ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، والراجل كان قال ان هو هيعرف يقنع المسؤولين في سان داونز، وهم طبعا كانوا متمسكين بيه لابعد درجه. لكن الشرط بس الحته بتاعت الكابتن محمود الخطيب دي مهمه جدا بالنسبه لي وبتدل على احترام النادي الاهلي. هكذا يكون الاحترام، هكذا تكون اسلوب المفاوضات، القرارات اللي بتتاخد، لان انت بتفكر في مصلحتك وعايز مدير فني يكون اضافه بالنسبه لك، لكن في نفس الوقت لما المدير الفني بقى ده او اللاعب بيكون مرتبط بتعاقد مع النادي لازم بيتم احترام كل هذه الامور التعاقديه، ودي سمه اساسيه عند النادي الاهلي. والامور مشيت لحد ما حضراتكم شفتوا كده بتواجد بيتسو موسيماني في النادي الاهلي كمدير فني، وفي حاله من التفاؤل واضحه جدا سواء عند الجماهير او عند المسؤولين في النادي.